بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، في عمدة الأحكام نحن في باب الجنازة. أنا وبوك عمدة الأحكام من الشابتر الجنازة funeral. ما أخذنا في الدرس السابق أنه جنازة وجنازة، والجنازة يطلق على الميت والجنازة النعش مع الميت، يقال هكذا وهكذا. We took and mentioned in the previous class that it comes جنازة بفتحة وجنازة. الجنازة is used for the deceased, and the جنازة is used for the نعش, what they carry on their shoulders. They carry the deceased then. وهذا كتاب بارك الله فيكم عمدة الأحكام مختصر. This book عمدة الأحكام ما فيها إلا 500 حديث تقريبا. It's a brief book. It doesn't have all the details, all the مسائل, all of the issues. It's just a brief book. فالمعلم يزيد وينقص كما يريد. But the teacher of the book, he could add to the book, go straight with the book, as he sees suitable. وهناك مسائل قبل أهم شيء في باب الجنازة يشمل الغسل والكفن والدفن وما يتعلق بهذا من الصلوات وما إلى ذلك من الصلاة. The most important things at the time of the janazah or these issues that we have to look at is the washing of the mayyit. Ma'am's washing. And his kafan, his shroud, and his dafn, and his burial, which entails the salah, salat al-janazah. لكن قبل هذا هناك مسائل. Before that, there are other issues. بعدها تؤخذ في أبواب أخرى. Some of them are in totally other chapters, like al-wasiyah وكذلك al-mirath. Some of them in totally other chapters, like inheritance. And his last will, his will and testament, testament, no, will and testament. But there are other issues that we can mention. ونذكر اليوم مما يذكره الشيخ بسام في شرحه لعمدة الأحكام. We're going to mention some things. وهو يشير إليه ما يشرحه لكن يشير إليه. He just mentioned some topics that need to be talked about in this area. ومنها أن يذكر المريض بالتوبة إلى الله وقضاء ديونه والوصية، لا سيما فيما يجب عليه بيانه من الوصايا. It's important for the person that's passing away أننا نذكره بالتوبة إلى الله وأنه لا يموت على كبائر الذنوب، خاصة كان يعرف، يعني يعرف من حاله، يعني ظواهر من المعاصي، نسأل الله الستر. The one that's sick and is feared that he's going to pass away, he needs to be reminded about making tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala. And also his regarding his debt. نعم. ما يصلح المسلم موت وعليه دين. هذا الدين يحبسه. That then it stops him from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك الوصية. نعم. والوصية يا إخواني هو عطاء. هو عطاء. وشخص حي يستلم بعد موته. عطاء. الوصية somebody, something somebody gives. It's a giving. He gives it. مثل صدقة. نعم.
ولكن the person receiving it doesn't get it until he dies. Until he dies. وأحيانا قد يكون الوصية مما يعني هو يفضله هو. نعم. The wasiya, what he wants to give from his wealth, it could be from his own choice. ووصيها فيها شرطان. ما هما يا مختار؟ في الوصية شرطان. There's two conditions for the wasiya. ما هما؟ ما الدليل؟ اذكر الأول. عندك يا عمار؟ لا وصية للوري. لا نعم لا يرث لا وصية للوارث نعم لا وصية لوارث حديث من يا أبالي hold on what does that mean لا وصية لوارث إبراهيم إيش هذا الكلام what does that mean لا وصية لوارث الوارث الوارث is somebody who inherits Now, what the ones inherit al-waratha, Allah ذكرهم في كتاب. قال للنفس وللأب كذا وللأب كذا وللأم ثلث Allah قد تكفلهم. نعم. فليس لا ينبغي لك لا يجوز لك بعد أن الله قد ذكر وقسم له قسمة أن تقول ابني أريد له السيارة. لا. Allah قد تكفل به. أنت معي أخانا. نعم. هذا وصية نعم اسمعوا اصبروا الابن يوصى له نعم ابن يوصى له لا سيما يعني مثلا اسمعوا لا سيما مثلا رجل عنده خمسة أبناء A man, he has five sons. ولكلهم أبناء. And all of them have children. He has five sons. All of them have children. فواحد منهم مات. واحد من أبنائه مات. One of his sons died. نعم. باقي له أربع. طيب. وكل واحد له بيت. Everyone has their own house. نعم. فعند أن يموت الأربع سيرثون سيأخذ مال إلى هذا البيت إلى هذا البيت إلى هذا البيت إلى هذا البيت وهذا الذي ابنه مات وله أحفاد ما لهم شيء ما لهم شيء Many has five sons One of them dies Everyone has their own house their own area Type when he dies his four sons are going to inherit from him Meaning four houses are going to get but that one that his son died they're not going to get anything Right? Because the أحفاد لا يرثون بوجود الأبناء. The grandchildren are not going to inherit with the presence of the sons there. فهو يوصي لهم. He's going to make a وصية. A وصية. وصية صدقة. ولكن يستلمه المستحق بعد موته. بعد وفاته. He's going to يوصي لهم. He's going to give them, he's going to write for them, he's going to command for them, he's going to say that when I die and my grandchildren, they get something. The other ones they're going to get. I mean, how about them? Yeah. ولكن هو لا وصية للوارث. أولاً ما هو الحديث؟ عندك يا بالي. إن الله أعطى كل ذي حق حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. ما معنى يا عمار إن الله أعطى كل ذي حق حقه؟ يعني في كتاب الله. في كتاب الله. الله ذكره. للذكر مثل حظ الأنثيين نعم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك إن كانت واحدة فلها النصف الله gave everyone ذو حق حقا إن كان يستحق الله ذكر أنت معي يا إبراهيم نعم
ثلثان. فالله سبحانه وتعالى قال لا وصية لوارث، إن كان وارثا أي إن كان مذكورا ممن يستحق فلا يوصى له. If he is from those that is an inheritor, then you can't use that. You can't give him charity. You can't give him sadaqah. You can't give him wasiyah. طيب. ولكن أحيانا الشرط الثاني في الوصية من يذكره أنتم تعرفون لا يكون أكثر من ثلث. لحديث سعد بن أبي وقاص الأول عن أبي أمامة في السنن وسعد بن أبي وقاص في الصحيح قال وثلث وثلث كثير. You can't give more than a third of your money. More than a third. كان في حديث في صحيح مسلم أن الرجل مات وله ستة عبيد. نعم. ما عنده مال إلا ستة عبيد. فقرب موته أعتقهم كلهم. وما بقي له مال ولا شيء. A man, he has six slaves. That's all he had for money, was six slaves. But before he died, he freed all of them. أعتقهم. And he doesn't have any money for that. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. The Prophet was informed. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة. ردهم. The Prophet brought them back into slavery. ثم ماذا؟ القرعة. نعم. He had them draw straws. نعم. فكان اعتق ماذا؟ اثنين. وبقي أربعة. نعم. He had them draw straws. Two of them were freed by drawing straws. Two of them were freed. And four of them remained. And those four can ميراث لا ثم أغلظ له القول زجره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يموت مع أنه يموت الفراش موتي أغلظ له القول كيف يعتق كل عبيده كيف ينفذ ماله كله لا يجوز لا يجوز أن الرجل يتصدق بماله كله على فراش الموت لا هذا مال وردة هذا مال مالك الآن So this man, he had six slaves. He freed them all at the time of death, which is not permissible to give all your money in sadaqah when you're on your deathbed or you're afraid of dying. So the Prophet brought them all back into slavery. Draw straws and see which one of them would be free. Two of them he freed and the other one stayed. And then the Prophet said to him a stern word. The Prophet reprimanded him sternly, even though he's on his deathbed. The Prophet reprimanded him harshly, like, how can you give all your money away? How can you give all your money away? It's not your money anymore. فعندما تموت الممتلكات تنتقل. When you die, it's not your money anymore. It's not your money. هذا مال الورثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. The Prophet صلى الله عليه وسلم said to his companions, which of you, the money of his companions is more beloved, not his companions, his inheritors. Which of you, the money of his inheritors is more beloved than his own money. قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. They said, O Messenger of Allah, is no one from amongst us except his is more beloved to him. فقال رسول الله مالك ما قدم ومال وارثي ما أخر. The money that's yours is the one you spent في سبيل الله. It's going to you put it forward. You're going to see its reward يوم القيامة. The money of your inheritance is the one that you keep with you. That you have, that you hold on to you. You're going to die, that's going to be their money. فأحيانا يا إخواني في الله يكون الوصية واجب. وهذا مثلا كان عنده وديعة لأحد أو دين. نعم. فكيف إن كان الرجل يموت وعنده دين للرجل، عنده مال للرجل ولا يعرف أحد.
لا يعرف احد، لابد يوصي، لابد يتكلم. has to speak about it. لابد يكون انا اموت، كان عندي صاحب في ولايه كذا وكذا اخذت منه مالا. نعم. He has to say, I took a debt from a friend of mine. He lives over in such and such and such area. That debt has to be paid. نعم. حتى يا إخواني في الله في المظالم أحيان يكون اثنين مختصمين. Two people could have a خصومة. نعم. And ما قد حكم له. نعم. وواحد يراجع أباه، يراجع أمه. يقول back to the uncle. يا والد أنت متأكد هذا ما لك؟ قال لا خليها. نعم خليها له ما أريده. نعم. ممكن حال صحته وغفلته كان يتنافس عليه، ولكن في قرب موته قال لا هذا ما أصلح ما أريده. Maybe while he was healthy he was fighting over the money. While he was healthy he was unaware. Shaitan took the best of him. He's fighting for the money. He's in the court or he, whatever he's doing trying to get the money. But now when your father, your grandfather, your uncle, your brother or your son is on his deathbed, you're going to ask him about that. كيف هذا المال؟ نعم. متراجع عنه أنتم يعني لازم معه. نعم. What about that money? Are you going to, you still want it? Do you still fight it? Are you still saying it's yours? أحيانا يكون قطعة أرض حلف أنه حقه. نعم. Sometimes a piece of life swore by Allah. والله that's mine. نعم. يأتي به يوم القيامة يحمله على ظهري. نعم. وأحيانا يكون عنده وديعة. Sometimes he may have money with him or gold or anything. Somebody might say, listen, أنا مسافر. أترك هذا عندك حتى أرجع. نعم. I'm leaving this money with you. I don't want to leave this money in my house. I'm leaving this money with you until I come back. That يرجع وصاحبه قد مات. He comes back and the one he left the money with is dead. يدق الباب يقول يا حياك الله الله يرحم الوالد أنا تركت 10,000 عند الوالد. قالنا إيش دخلنا وحنا على باطل. قال هل في ورقة ولا شيء؟ لا في ورقة أنا عارف أبوك. قال صاحبي عارف أم. فسيتحمله يتحمله. نعم. فلا بد يوصي بهذه الأمور ويسأل في مرضه هو سيغفل عن هذه الأمور. So if somebody maybe traveled, he left the money with somebody, so when I come back, I'll pick up the money from you. I pick up the gold from you. I pick up this car from you. Whatever it is, I pick up the note for the car, the note for the house, whatever it is. No. But when he comes back, the one that he left the note with, the money with his dad, he goes and asks his sons, listen, may Allah have mercy on your father. I left with him some money. You see it in the blue bag. The son said, you see a blue bag? Yeah, we saw the blue bag. That's our money. He's like, no, wallahi, do you have a letter? You have some type of proof? Well, I'm not. Can bain the bain. Tell him, I know our book. You know me and your father, we go way back. We close. فينبغي للمريض أن يذكر هذا. The one who's sick, he should mention that. But sometimes during his sickness, he's not aware of these things. He's not aware. فهذه الأمور ينكر. هذا فيما يتعلق بالوصية. فأحيانا يكون الوصية واجب. هذا الذي يهمنا هنا. Sometimes the wasiyah, his last will, the thing that he mentions, last will, it's necessary that he mentions, I have a debt, I have somebody's money. نعم. Whether he spent it or not, he has to mention it. حتى لا يتحمل. So he's not going to be responsible for it. يوم القيامة. ونحن نعرف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مخدمة لأحد في أرضه وفي رواية لأخيه في أرضه أو في شيء فليتحلل منه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الحديث المعروف. If one of you has something from his brother, مظلمة, something he wronged him in, then get rid of it. Purify it, straighten it out, rectify it today before tomorrow. ومن هذا يا إخواني في الله النصيحة بالتوبة إلى الله. نعم.
هناك كبائر الذنوب الكبيرة هي سبب لوقوع الناس في النار، هذا الكبيرة. نعم، الوقوع فيه وحده سبب للعنة أو دخول النار أو ما إلى أو غضب الله. نعم. Falling into the sin by itself, it's enough to go to the hell. ويحتاج إلى توبة. يحتاج إلى توبة. نعم. لا سيما إن كان يعرف واحد يتعاطى ويباشر الكبيرة مثل الغيبة أو مثل غير ذلك. ما نحتاج نذكر المعاصي معروفة كثيرة. نعم. And somebody known that he's into riba or he's into things that's not permissible. يتبرأ، يتوب، يتوب، يعود، يستغفر، يطلب المغفرة من الله. نعم. A major sin is something that you do if you just from falling into that sin is a reason for the curse of Allah, the anger of Allah, all going to the hellfire. So the person should be advised to make tawbah. Should be advised to make tawbah. هناك أحاديث في قضية الجار. هذا يقع بين أخوة وجار، رجل وجار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، يعني أذيته، وفي رواية لا يدخل الجنة، وهذا يكفينا، هذا من الكبائر إذا لا يدخل الجنة، من لا يأمن جاره بوائقه. The Prophet said, he doesn't believe, he doesn't believe, he doesn't believe. They said, who, O Messenger of Allah? They said, the one that his neighbor is not safe from his harassment, his annoyance. No. And one narration it says he doesn't enter Jannah. هذا من الكبائر. فكم يموت وله شحناء؟ نعم معروف خصومة وهو يموت يعني يذكر بالتوبة. How many people pass? It is known that they have enmity, hatred, and animosity. Between him and Fulan, or between him and his neighbor, or between ما يلقى الله على هذا لا يلقى الله على هذا. He doesn't want to meet Allah. هذه خصومة دنيوية. نعم. He doesn't want to meet Allah. فيذكر بالتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. Stay away from the seven things المهلكات that destroy. فقال قالوا يا رسول الله ما هن what are they قال الشرك بالله worshiping other than Allah السحر it's magic قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق killing a soul that's not permissible to kill not killed in truth أكل الربا taken from interest وما أكثرها اليوم في علماء يعني يأتي بالفتاوى أنه ما هو ربا هذه فائدة يغيرون أسماء. The time we live in, you know, they say no, that's not riba, that's you know, that's benefits. They just change the name. How many Muslims buy houses on riba? ويلقى الله على هذا. And then they meet Allah with that. The house is in your name. You bought that. Cars on riba. ويلقى الله. And you meet Allah like that? No, no, that's right. No, that's right. فلا بد من التوبة. والتوبة هي عودة. أن الشخص أن العبد يطلب من الله المغفرة ويندم على فعله ويتركه يخلع يقلع عن الذنب. So he has to leave it. He has to ask Allah for forgiveness. He has to be regretful for what he did. قال أكل الربا وأكل مال اليتيم هذه المحاصل فيما يتعلق بالميراث كان اليتيم مسكين يأخذ ماله نعم أو يأخذ مال النساء ويلقى الله على هذا يا
يا مسكين أنت ميت الآن، أين مالك الآن؟ نعم. Taking the money of the orphans or taking the money incorrectly. After Allah subhanahu wa ta'ala mentions all the ayat of mirath, he always said to Nisa, قال تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله. نعم. يحدد. نعم. Allah said, these are the boundaries of Allah. Whoever transgresses the boundary of Allah, له عذاب عظيم. عذاب مهين. عذاب مهين. It's a humiliating punishment. قال أكل مال يتيم, taking the money of the orphan, وتولي يوم الزحف, and fleeing from the battlefield, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات, and accusing righteous women of indecency. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. All you who believe, repent to Allah and save repentance. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul tubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun. And repent to Allah, all of you together. Mahma kan hal, kan salih al ghayr salih, at tawba wajib al jami'. Wa tawba hiya al 'awda. And repent all of you Allah together, all of you repent to Allah together so that you may be successful. نذكر هنا يا إخواني في الله, نذكر هذه الأحاديث ولا نقرأه كلمة كلمة. وهو الرجل الذي قتل 99 نفسا. Sometimes you mention these hadith, we just mention a portion that we need from it without mentioning the whole hadith. And today we're going to read the whole hadith. The man that killed 99 people. هذا حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل 99 نفسا. A man killed 99 people. فجعل يسأل هل له من توبة. He started asking, is there any way for him to make tawbah? فأتى راهبا فسأل, والراهب رجل متعبد ما عنده علم. He came to somebody like a monk. He just worships Allah a lot, but doesn't have knowledge. لكن يتعبد. It's always in ibadah. يحصن به الظن. He's always in ibadah. You think that he has knowledge. You're the one you go asking questions. You always see him praying long. MashaAllah, he's always in the masjid. Naam. He's always in the ma'bad. Naam. He's always in ibadah. So they ask him, but doesn't have any knowledge. فسأل, he asked him. فقال ليست لك توبة فقتل. فقتل الراحل. He said, no, there's no tawbah for you. So the man killed him. And now he has 100 people. ثم جعل يسأل. فخرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون. هذا حديث فيه ألفاظ غير ما نحفظ. He asked somebody of knowledge. فقال اذهب إلى بلد فلان ولا تبقى في هذه الأرض. He said, go to the other land. فيها عباد يعبدون الله فاعبد الله معه. There are some people over there worshiping Allah. Worship Allah with them. ولا ترجع إلى بلد. Don't come back to this بلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت. يعني أمرات الموت, سكرات الموت. نعم. فنأى بصدري لما كان موت ينزل علي. نعم. نأى بصدري. When he was on his way, قد تاب, and he's on his way to this new village, death came to him. And the agony of death and سكرات الموت and the pains of death came to him.
فنأى بصدره ونأى له معنى يعني. فنأى بصدره يعني نحو البلد الذي كان يريد. هي نأى إما بمعنى مال، نعم، ونهض قام بصدره إلى هذه الجهة، نعم. That he leaned towards, just with his chest, لأن قد أصابه الموت وأسقطه وأوقفه. نعم. Death stopped him. He couldn't move on anymore. It stopped his movement. So he just puts his chest in that direction, chest. نعم. أو بمعنى أبعد، بمعنى بعد، وبمعنى هو ابتعد بصدره من الأرض الذي خرج. نعم. That he moved further, just further away from the land that he was moving. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. The ملائكه they differ upon him. من يقبضه؟ من يقبضه؟ Who's going to snatch his soul? فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر. He was closer to the land that he wanted to go to by a hand's span. وجعل من أهلها. في رواية. He was closer to the land that he wanted to go by a hand's span. So he's made from that people. من الملائكة of mercy took him. In another narration, هذا الذي يهمنا، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. The ملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، they disagreed upon him. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. بسبب هذا يعني قبل التوبة. He came repenting to Allah, advancing with his heart towards Allah. وذاك قد يكون حال المريض تاب إلى نعى بصدره إلى الله. That could be the hal of one of our brothers. نعم. He's on his deathbed, but all he could do is ينوي خيرا. نعم. تاب على فراش موته. والله يحب التوبة. يحب التوابين. الله التواب يحب التوابين. That could be the hal on the condition of any of our brothers, that even though he has sins, this guy killed 100 people. قتل 100 نفس. فما دونه يستبشر. Anything less than that, يستبشر بخير. That's good news. ولكن أهم شيء أنه يميل، ينحب، ينأى، يتوجه إلى جهة التوبة. And he moves forward towards التوبة. الله رحمته وأوسع مما نحتسب. نعم. The mercy of Allah is far greater than what we can imagine. The mercy of Allah is far greater than we can imagine. باقي حديث يا إخواني في الله هو يتعلق بالدين. وهو في المسلم. أن المسلم لا يموت بدين. كان في أول الإسلام، من بجانب الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات مسلما يسأل هل عليه دين. The Prophet used to ask at the beginning of Islam if somebody died, does he have any debt? If he did, يقول صلي على صاحبك. The Prophet would say, pray over your companion. ما كان يصلي على من كان عنده دين. في أول الإسلام النبي ما يصلي عليه. حتى في حديث أحد الصحابة تكفل قال هو علي يا رسول الله I'm going to pay the debt فقام رسول الله صلى الله عليه So when the Sahabi took responsibility of the debt the Prophet paid it. ولكن في آخر الإسلام by the end of Islam the Prophet took responsibility صلى الله عليه وسلم for the debt of the Muslim نعم يدفع ولكن لابد أننا نهتم بديون موتانا يسأل نعم وأنا أذكر كنا في اليمن وأحد الإخوة مات ودائما يسألون من كان عنده دين عنده أخبرنا أن نسد الدين
somebody died, and you know, normally they ask if anybody, you know, that he has a debt with you, let us know so we can pay the debt. فزوجته كانت تراه في المنام ضأمان عطشان. His wife, المتوفى عنها, his wife that he passed away from, kept on seeing him in the dream thirsty, thirsty, thirsty. فسألوا عنها, قال باقي عنده شيء, باقي عنده دين. فسألوا مرة ثانية. She kept on seeing him thirsty in the dream, so they asked again. It was Fassar, it was like interpreted that he has a debt. Ask again. So they asked again. فجاء واحد. قال نعم, تركت عنده كذا وكذا. I left under him كذا وكذا. قال هل تريده؟ قال نعم أريده. ولا إجمع. قال ما أخبرتنا, كنت محرج. طيب أنت محرج وهو محبوس. مالك؟ إيش هذا؟ نعم. He said he left with him some property. They said, do you want it? He said, yeah, I want it. So why didn't you come? He said, I was embarrassed to come. But you're embarrassed, but he's, He's barred from the mercy of Allah. هذا حديث عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا أو مسنج of الله Do you see, inform me if I'm killed for the sake of Allah is that going to wipe away all my sins? فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله كيف قلت يعني عيد السؤال The Prophet said yes yes it's going to wipe your sins if you're killed for the sake of Allah you're patient محتسبا you're seeking a reward نعم مقبل you're advancing غير مدبر you're not running away then the Prophet said hold on repeat the question again what did he say فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي but the man repeated again if I'm killed for the sake of Allah it's going to wipe away my sins فقال نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك وفي رواية قال لي ذلك آنفا يعني الآن The Prophet said yes if you are killed and you're patient and you're seeking a reward and you're advancing that money except if you have a dain except if you have a debt except if you have a debt Jibril just told me that I mean after the question was first asked Jibril told him هذا درسنا علينا نسأل الله يرحم موتانا ويتوفانا مسلمين نسأل الله to have patience to have mercy on our dead and to take our souls and obedience to him سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك